السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوة. فيديو اليوم، أنا معوق، أنا حتى ماشي ما أمشي، أكيد تعرفونه. خلونا نشوفه. نعم عمره. عمري 15، أنا معوق. يا مواليد أنت. وأنا حتى ماشي ما أمشي. الإمام الحسين هو اللي وقفنا لوجه لي. أنت تتكلم قد؟ وأربع سنوات. والله العظيم أربع سنوات ما أمشي. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. حبيبي بابا لا تبكي ابني. عمره 4 سنوات ما يمشي. الامام الحسين هو المشى، بس لو الامام الحسين منطيك شوية طول حتى تبين يعني تصدق. شوفوا لي بكيت المذيع هذا شلون يبكي. هو يضحك ويبكي ما ادري. بابا لا تبكي عزيزي. وهذا نقص كنا غريري. حلمي بالحياة انا صار وقعوا على ابو عبد الله. انا ما اشوفه حتى نظره ضعيف. شوفوا لان نظره ضعيف يعني سبحان الله الشيعة لوين واصلين. هو الحسين ميت شلون تري تشوفه؟ بس فهموني هاي شلون خدعوا الناس بها ما اعرف يعني. خلونا نكمل. وخلوني اسبوع كامل ابكي. انت وليدنا ويانا. احسنتم يا عزيزي. كيفك تريد تختار اي واحد من عندنا اختار؟ مالك شغل بالابويه. اخذوني وخلوني اسبوع كامل كثر ما يحبونك. ما خل شوفوا لي المذيع الثاني شلون بكي. خشوع عظيم سبحان الله. احسنتم يا عزيزي. كيفك تريد تختار اي واحد من عندنا اختار؟ مالك شغل بالابويه. انت يعني سبحان الله جهل هؤلاء الأغبياء وصل إلى حد لا يوصف يعني. وصل إلى حد لم يصله أحد إلا الصوفية مثلهم يعني. إلا الصوفية سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسوا المتابعة واللايك، وإن شاء الله نستمر بهذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.